تبارك اسمك يا رحمن، فاقبلني أرجو الغفران. تبارك اسمك، تبارك اسمك، تبارك اسمك يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. كل واحد مننا في حياته في يوم فارق بيعتبره ان هو ده مثلا اليوم اللي ما بينساهوش ابدا، اليوم اللي نجح فيه نجاح معين، اليوم اللي انجب فيه مثلا، اليوم اللي تزوج فيه او تزوجت فيه، بيبقى كده يوم. وفي ناس ساعات بتبالغ قوي تقول ده احسن يوم في حياتي، ده اجمل يوم مر بيا في حياتي. ممكن بنسمع الكلام ده كتير، والحقيقه فعلا ممكن يبقى في يوم هو اجمل يوم في حياتك، ده وارد وموجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قاله لاحد الصحابه، صحابي كان عمل معصية معينة وهو سيدنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. الصحابي ده كان في غزوة تبوك، تأخر عن الغزوة وقعد يعني كده يتباطأ شوية لغاية ما كان من القاعدين، رغم أنه مش منافق يعني صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأغلب اللي قعدوا منافقين، بس في ثلاثة ما كانوش منافقين. الثلاثة دول قعدوا تقصيرا، معصية خلفوا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر، يعني اللي عنده عذر خلاص ما مش منافق وما عندوش أي مشكلة. والنبي لو هو راجع قال إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شرككم الأجر حبسهم العذر أو حبسهم المرض. لكن سيدنا كعب بن مالك ما كانش عنده عذر، كان عنده مال وكان عنده دواب، ما كانش عنده مشكلة، فدي كانت معصية. وهو الحقيقة كان صادق وما كذبش وما قالش أعذار، وقصة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص انت تنتظر لغاية ما ربنا يحكم فيك. وفعلا 50 يوم تقريبا مروا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل حكمه في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه ثم تاب عليهم. ثم تاب عليهم، عاملهم باسمه التواب، ربنا تاب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر سيدنا كعب البشرة دي، لما عرف ان ربنا تاب عليه وارسل له، كانت اول كلمة اتقالت له ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. خير يوم اليوم اللي ربنا يتوب عليك فيه، خير يوم اليوم اللي ربنا يعاملك باسمه التواب، خير يوم اليوم اللي ترجع فيه ربنا، ده خير يوم. خير يوم لما تعرف ان ربنا بيقبل التوبة عن عباده، وتبذل الأسباب لما تعرف أنك أنت تنال هذه التوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلموا سورة التوبة برضو أنك أنت تبقى مدرك أن ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة، ولما بتدرك ده بتبدأ تبذل عشان تنال هذه التوبة وتنال هذه المغفرة. أسماء متعلقة ببعضها ودايما متصلة ببعضها، اسم الله التواب، اسم الله الغفور، غافر الذنب وقابل التوب. شوف الاثنين مقترنين ببعض ازاي، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، في عقاب بس اللي هيسارع الى التوبة ربنا يغفر له ويقبل توبته. العلاقة كمان باسم الله العفو اللي بيقوله دايما في ليلة القدر وبندعو فيه، اللهم انك عفو تحب العفو. انك تحس ان ربنا بيقبل التوبة ماشي، لكن بيحبها وبيريدها وبيريد أن يعفو وبيحب أنه يعفو، كلمة كبيرة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لنا لما أم المؤمنين عائشة سألته إن أنا أدركت ليلة القدر فماذا أنا قائلة أعمل إيه؟ قال لها قولي اللهم إنك تحب العفو، إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. إنك تحس أن ربنا مش بس بيقبل، ده هو بيريد أن يقبل التوبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم. دي إرادة ربنا إنه يتوب عليك، ده مراده، عشان ما تجيش تقول لما ربنا يأذن، ما هو ربنا أذن، ما هو ربنا أراد، ربنا قالها وأعلنها، والله يريد أن يتوب عليكم. أنت مستني إيه؟ وأنت مستنية إيه عشان نتوب؟ مستنية إيه؟ شاكك إنها ربنا هيقبل؟ يبقى مش عارف اسم الله التواب. من بركة اسم الله التواب إحنا بنتكلم في تبارك اسمك، إنك تحس إن بركة اسم الله التواب إنك تتوب. الرجل اللي بدأنا خالص في أول الحلقات دي وكلمنا عنه، الرجل اللي قتل 100 نفس، مجرد أنه عرف المعلومة
عرف ان ربنا بيقبل التوبه، عمل ايه؟ على طول سارع، على طول ساب ارضه وراح للارض اللي العالم قال له عليها روح توب، روح اعبد ربنا مع الناس اللي بتعبد ربنا، هيكون ده خير يوم. الراجل ده كان خير يوم اللي مات فيه، لان ربنا تاب عليه في اليوم ده. خير يوم مر عليك منذ ولدتك امك هو اليوم اللي ربنا بيعاملك فيه باسمه التواب، بيعفو عن ذنبك، بيغفر لك. ده فعلا، واحنا ممكن ما نعرفوش اليوم ده، بس اليوم ده تحاول دايما توصل له. دي بركة الاسم ده، وبركة معرفتك لله باسمه العفو وباسمه التواب، انك دايما تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيتوب، وانك تطلب هذه التوبة، تطلب هذه التوبة وتحسن الظن، مش ترجئ لكن تحسن الظن انك تتوب. في يوم عرفة، وده يوم توبة برضه، يوم ناس كتير بتجتمع فيه، سيدنا احد التابعين هو سيدنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال: جئت الى سفيان عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه، قاعد على ركبته بعمال وعيناه تهملان بيبكي وبيدعو الله عز وجل. فالتفت الي فقلت له، وهم شايفين بقى كل الناس يوم عرفة طبعا ربنا يرزقنا الحج والعمره قاعدين يبكوا ويتضرعوا ويدعوا الله عز وجل، فقال له: شوف الناس دي كلها مين اسوأ واحد فيهم؟ فقال سفيان: الذي يظن ان الله لا يغفر له. اللي ما يعرفش ربنا باسمه الغفور، اللي ما يعرفش ربنا باسمه التواب، اللي ما يعرفش ربنا باسمه العفو، اللي بيسيء الظن بالله، ده أسوأ واحد، لأنه لا يعلم عن الله عز وجل ما يلزمه، ما يلزمه أنه يتوب. ألم يعلمه؟ شوف السؤال، وتلاقي في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو ويعفو عن السيئات، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هو عارف، يعلم، لكنه بيقبل التوبة ويحب التوبة ويحب العفو ويريد أن يعفو. لو عرفنا ده حياتنا تتغير والله، لو عرفنا ده عمرنا ما نيأس من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر. إنك تعرف إن ربنا بيغفر، إنك تعرف إنك أنت لما ترفع إيديك وتدعوه، إنك لما تبذل أسباب المغفرة، إنك لما تعمل كل اللي تقدر عليه عشان تنال هذه المغفرة، وإنت عندك جواك عارف إن ربنا قال عن نفسه: وإني لغفار لمن تاب. شوف الارتباط، تاب وهو غفار، غفار صيغة مبالغة، يكثر المغفرة. وإني لغفار، في غافر وفي غفار، كثير المغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هي دي، هي دي البركة، بركة معرفة اسم الله الغفور. مش إنك ترجئ وتقول ما هو بيغفر، أيوة، وإنت فين؟ غفار لمن؟ العمل بقى، تاب وآمن وتاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ده اللي ربنا بيتوب عليه، ده اللي ربنا بيقبل التوبة منه، اللي بيبذل بيسعى ربنا سبحانه وتعالى بيقبله. ودي بتبقى خير ليلة وخير يوم يمر عليه، خير يوم سواء كانت ليلة قدر أو مش ليلة قدر، إنما هو اليوم اللي ربنا بيتوب عليك فيه، اليوم اللي ربنا بيقبلك فيه، اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك ذنبك وبيعفو عنه. والمغفرة غير العفو، المغفرة تغطية، يعني الذنب ممكن يبقى موجود مكتوب بس مغطى، يعني مش هتنال أو مش هتصيبك أثاره، لأن الذنب له أثار، الذنب ممكن يعجل لك الله بالعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، فالمغفرة يعني أنت مش هتتعاقب عليه، لكن العفو أعلى. وربنا بيحب العفو، لما ذكر الحب ذكر العفو معاه، يحب العفو، تحب العفو، العفو ده المحو، عفى الأثر يعني محاه. عشان كده في ليلة زي ليلة القدر بنطلب العفو، ليه؟ عشان ده مطلب كبير، لأنها ليلة كبيرة، ليلة عظيمة، عفو تحب العفو. أنا مش عايز حاجة، مش عايز الذنب يبقى موجود أصلا خلاص، ولا لا، ده يعفى تماما، يتم العفو عنه تماما ولا يوجد. ده فعلا بيكون خير يوم وخير ليلة، اللي بتعرف فيها أو ما تعرفش، بس بتبذل وسعك بكل أسباب بقى المغفرة، 100 تسبيحة تغفر لك ذنوبك، ولو كنت لو كانت مثل زبد البحر، تبكير للصلاة، انتظار للصلاة بعد الصلاة، الابتلاءات اللي بتغفر ربنا بيغفر بيها الذنوب، الوضوء، الخطوات للصلاة، أسباب كتير جدا ربنا قال لنا إنها من أسباب المغفرة، والنبي عليه الصلاة والسلام عرفنا إنها من أسباب المغفرة، عشان نعرف المعنى العام، إن ربنا يريد أن يغفر ويريد أن يتوب علينا، والله يريد أن يتوب عليكم ويحب العفو. اللهم إنك تحب العفو، عفو تحب العفو، فاعف عنا. جزاكم الله خير.
تبارك اسمك يا رحمن، فاقبلني أرجو الغفران. تبارك اسمك يا رحمن، فاقبلني أرجو الغفران. تبارك اسمك، تبارك اسمك، تبارك اسمك يا رحمن. تبارك اسمك يا رحمن، فاقبلني أرجو الغفران. تبارك اسمك.